أن من دلالات القرآن أن أهل النار عياذا بالله لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون فينعمون. وأما العصاة من المؤمنين فإنهم يموتون إماتة في النار ثم إنهم يخرجون منها ضبائر ضبائر، فيلقون على نهر عند أبواب الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم الماء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد يخبر عما يكون من أهوال يوم القيامة، قال فيمر المؤمنون على الصراط فمسلم مخدوش وناج مسلم، ومنهم من يلقى على وجهه في النار حتى إذا فرغوا قال الذين نجوا منهم لربهم ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فأذن لنا فيهم أي في الشفاعة فيأذن الله ويقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال دينار من إيمان فأخرجوا، فيخرجون أقواما ثم يقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوا، فيخرجون خلقا كثيرين ويقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوا، فيخرجون خلقا ويقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، ثم يضع جل وعلا يده في النار فيخرج منها أقواما قد امتحشوا فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم يقال لهم ادخلوا الجنة، فإذا جاءوا على أبوابها سألوا الله جل وعلا شيئا مما يرونه فيقول الله جل وعلا لهم لكم ذلك وعشرة أمثاله معه، فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أرحم الراحمين ألا أعطيكم أعظم من هذا، فيقولون ربنا وأي شيء أعظم من هذا، فيقول الله أعطيكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً.